تتواصل أعمال التجديد وترميم لكنيسة المهد بمدينة بيت لحم، والتي تشمل فسيفساء الحائط والجدران والأعمدة، في عملية تجرى للمرة الأولى منذ 600 عام وتتولاها شركة إيطالية متخصصة. أترككم مع هذا التقرير وألقاكم على رأس الساعة بنشرة إخبارية مفصلة. قبل أيام من حلول عيد الميلاد المجيد، تتواصل أعمال التجديد والترميم التاريخية لكنيسة المهد بمدينة بيت لحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعانت الكنيسة التي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس الميلادي من الإهمال والنسيان طوال عقود وقرون. وقبل 5 سنوات أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الكنيسة على لائحة التراث الإنساني العالمي. مشروع الترميم يتضمن إنقاذ فسيفساء الحائط التي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع وتعاني من التضرر الشديد. أيضا يشمل المشروع إصلاح الجدران والأعمدة واستبدال النوافذ ومعالجة التسريب في السقف، في عملية تجري للمرة الأولى منذ 600 عام، والتي تتولاها شركة إيطالية متخصصة. جميع أعمال الترميم اللي تمت في الكنيسة بما فيها الفسيفساء قامت فيه الشركة المختصة في الترميم الإيطالية. هذول كلهم بيكونوا خبراء في الترميم. طبعا هاي عملية الترميم خصوصا الفسيفساء كثير مفصلة وكثير معقدة وفي لها تفاصيل كثير، يعني خلينا نقول خاصة فيها ما بعرفهاش جميع المختصين في الترميم إلا الجزء الخاص في هذا الموضوع. احنا وصلنا تقريبا للمراحل النهائية داخل الكنيسة. احنا عندنا شغالين في ترميم أعمدة الكنيسة، كما بتعرفوا في 50 عمود في الكنيسة، على 33 منها عليها رسومات تعود للقرن الثاني عشر. لحد هلا تم إنجاز حوالي 42 عمود من أصل 50، ومنتظر أنه ننتهي منها في ربيع العام القادم. وفي عام 2009 صدر مرسوم من السلطة الوطنية الفلسطينية لبدء ترميم كنيسة المهد، التي تعد واحدة من الأماكن الأكثر قداسة لدى المسيحيين حول العالم، بوصفها بنيت فوق المكان الذي ولد فيه السيد المسيح. أعمال التجديد والترميم تقدر تكلفتها بحوالي 17 مليون دولار، تم تجميع 14 مليون دولار منها، وجاء نحو نصف هذا المبلغ من السلطة الفلسطينية ورجال أعمال فلسطينيين مسلمين ومسيحيين على السواء، أما الباقي فأتى من خلال متبرعين أجانب. وتعتمد مدينة بيت لحم بشكل كبير على موسم سياحة عيد الميلاد، حيث تنشط الفنادق والمطاعم ومحلات بيع الهدايا خلال الموسم القصير. نعم، رئاسي في 2008-2009، بداية 2009 للبدء بترميم كنيسة المهد، وشكلت اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة المهد. في 2010 تم تحويل أول 1 مليون دولار من الخزينة لدولة فلسطين لحساب اللجنة، ومن هناك انطلقت الدراسات والتحاليل والعطاءات الدولية من أجل تحليل واقع الكنيسة. إعادة الكنيسة التاريخية إلى رونقها الأول واجهتها عدة عقبات، منها تضرر الكثير من الأجزاء بدرجة كبيرة، مما يتطلب عناية خاصة وصبرا طويلا لإنجاز العمل كما يجب. كما تمثل المضايقات الأمنية والإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عاملا معوقا لانسياب العمل وانتظامه، بالإضافة لاستغلال الاحتلال للخلافات التاريخية بين الطوائف المسيحية المختلفة في اختلاق المشاكل، وهو ما عملت السلطة الفلسطينية على معالجته عبر تشكيل لجنة من قادة الطوائف المسيحية في بيت لحم للإشراف على أعمال التجديد والترميم للمكان الذي انطلقت منه ترانيم المحبة والسلام إلى كل العالم.